الموسيقى هي الملجأ تبعي، وقت أكون متضايقة بروح بلتجي إلى تأرتاح. بحب شو الموسيقى عملت مني، يعني شو غيرت بحياتي، شو عطت لشخصيتي. أيام المدرسة ما كنت عارفة شو بدي أعمل بالجامعة، ثاقبت كنت أعمل دروس بيانو وما كنت شاطرة بالبيانو. أنا يعني كنت أحس حالي دايماً أنه ما رح أقدر أنجح بهذا الشيء. بركي كنت أحس دايماً كان عندي مشكلة بالتنسيق بين إيد اليمين وإيد الشمال، وحس أنه هذا الشيء ما رح يخليني كتير أتقدم بالبيانو. وثاقبت أنه معلمة البيانو تبعيتي كانت تعلم مغنى، فكنت فوت على الصف وأسمع التلاميذ عم يتمرنوا وعم يتدربوا وعم بيغنوا. وهيك بلشت افهم انه كنت كان عمري 14 سنه، سو 14 سنه بلشت اتخيل حالي ستار اون ستيج، انه هن عم بيتمرنوا تيصيروا بيج ستارز وهيك. فحبيت انه جرب، والمغنى فتح لي كثير افق جديده. حسيت حالي اعطاني كثير ثقه بالنفس، مع انه وقت تكوني صغيره وتكوني اون ستيج وبوج العالم بتحسي انه كثير ستريس بس بركي لانه بلشت صغيره هذا الشيء كثير نمى لي شخصيتي. ما كان عندي بلانز يعني اصلا، وبالبيت ما كانوا يعرفوا. كنت روح اقول لهم عم بتمرن عم باخذ دروس غنى، كانوا يفكروا انه عم غني كورال، مش عارفين اصلا شو عم بتمرن. لحد ما اخر السنه عملنا هيك حفله اخر السنه وغنيت، وكانوا انه كلهم تعجبوا انه لا عندها بوتنشل، وشجعوني كثير وكفيت الطريق. بعمر 16 قررت اعمل اول حفله لإلي، وقررت بكثير ثقه يعني انه انا بدي اعمل حفله وبدي اعزم كل اصحابي واصحاب اهلي. ولبست، رحت جبت نقيت فستان طويل وكان معي بيانيست وحضرت سبيتش. صرت كل غنيه بدي غنيها اقدمها وفسر ليش انا نقيت هالغنيه وشو بتعني لي. وبالاخر عزمنا الكل على كوكتيل وعملتها مثل كانه لإلي، كانه عم بطلق حالي بالحياه انه كارتست. أفي ماريا مع الأذان كان أهم عمل قدمته، كان تقليعة مسيرتي وهيك عرفوني الناس، لأنه كان عم بيجمع نوعين موسيقية كتير مختلفين، يعني النمط الشرقي مع الكلاسيك. وبنفس الوقت كانت رسالة كتير مهمة. أول مرة هالقد بطريقة هالقد واضحة عم نجمع الأديان ونحمل رسالة لبنان اللي هو رسالة العشق المشترك. فهالعمل كان لفت نظر كثير من الناس وكان انطلاقتي الفنيه. انا جاي من باك جراوند كلاسيك، اكيد هذا شيء طبيعي. انا درست بالكونسرفاتوار وعملت اوبرا، بس ما بحجم اذا بدك نوع الموسيقى بالكلاسيك او بالاوبرا، لانه اذا بتسمع كل اغاني مني ابدا بالنمط الاوبرالي. بس اكيد بحب هالجو الاوبرالي يكون اوقات موجود، مثل مثلا بين الاغاني المعروفه قلبي دليلي مثلا، نسمع فيها الفوكاليز اللي بتقطع بس ما بتعمل منها الاغنيه اوبراليه او كلاسيكيه. وانا بادائي بحب كون عم بعيش دور وعم بقدم شيء شوي مختلف. مشان هيك اذا بدك اغاني بيطلعوا شوي عن الاغاني انه اوكي كوبلي ريفران او الايقاع اللي بيكون نفسه من اوله لاخره. بحب يكون في تنوع بالايقاعات، بحب يكون في الوان موسيقيه مختلفه. بحس هذا الشيء كمان بكون شخصيتي، وبحب انه يبين من خلال اعمالي. حفلتي بالأولمبيا بباريس كانت لي محطة كتير مهمة. كنت بوقتها بعدني بعمر يعني صغير نسبيا، كنت رابعة لبنانية من بعد ست صباح، ست فيروز وست ماجدة الرومي، اني اطلع هذا المسرح. وهذا مسرح اسطوري، يعني كل الناس بتحلم تكون على هالمسرح. اكثر جايزة اكيد يعني هيك اثرت فيي، كنت بعدني صغيرة، كان عمري 18 سنة، ومثلت لبنان بألعاب الفرنكوفونية بكندا.
ومن بعد هالمشاركة نلت ميدالية تقدير من قبل الجمهورية اللبنانية. عن جد قدي حسيت هيدا الشيء أثر أصلاً بحياتي، وقدي حسيت أنه كان هيك علي هلأ مثل مسؤولية جديدة أنه أحمل بلدي بكل شيء أنا بعمله. وحسيت حالي كنت كتير فخورة. من بعد أكيد ميوهيكس ده بال 2015 لأفضل غنية وطنية أغنية وطني كتب لي إياها ولحنها مروان خوري. أغنية بتعبر كتير عن تجربتي الغربة، شو كان إحساسي أنا وبعيدة من الوطن بفترة وين كان في كتير يعني كتير مشاكل واغتيالات، وأنا بعيدة عن العائلة. أنا رحت على باريس 7 سنين أدرس موسيقى، فأكيد وأكيد وجودي باحتفالات كبيرة أو رسمية كانت لقلي بمثابة جايزة، يعني لأنه وجودي بمثلا افتتاح بالمدينة الإدارية الجديدة بمصر بوجود الرئيس المصري، الاحتفال اللي صار بأمريكا بوجود الرئيس الأمريكي، يعني هو اللي قصص كانوا لقلي. افتتاح الألعاب الفرنكوفونية بلبنان وقتها صاروا المهرجانات الكبيرة اللي شاركت فيهم، حفلة دومو بإيطاليا على دومو سكوير، هو القصص كمان لقلي هن جزء من بحس إنجازات عملتهم، لأنه قدرت وصل موسيقتي لبلدان مش دايماً تسمع عربي أو شرقي، والنوع أو إذا بدك المواضيع اللي كنت عم أقدمهم كانوا يعني يلفتوا النظر، فهذا كان لقلي شيء كمان كتير مهم. جيت لهون بطريقة كتير عفوية. أول شيء عملت كورال صغيرة، كورال أطفال، لأنه أنا كنت حبي حفلات دايماً يكون في أطفال عم يغنوا أو كورال أو هيك، وبلشوا يكبروا الأطفال وصار بدهم تدريب صوت يعني أكتر هيك سيريوس، فبلشت أتعاون مع أول أستاذ كانت أستاذ، وكبرت الأكاديمية. هلأ صرنا منعلم المغنى، الآلات الموسيقية، الرقص، المسرح، حتى الإيفاي ميوزيكال للولاد صغار، يعني منبلش من عمر السنة نعود دينة الولد على الموسيقى على الإيقاع، ونعطي إذا بدك فرصة للناس يلي منها ما بتتخيل إنه عندها بوتنشل أو تالنت إنه تكتشف حالها، لأنه أنا بآمن إنه كل شخص بيقدر يغني. أنا بسميها عائلتي، لأنه بحب وقت أفوت على الأكاديمية شوف كل الأعمار وكل الناس اللي تعودت تشوفها، يعني بجرب قد ما فيه ما غيب كتير من المطرح للناس قدر شوف كمان تطورهم، أعطي رأيي بأدائهم. وريسنتلي من بعد كوفيد فتحنا بدبي، وبدبي كمان بلشت القصة مع الأكسبو دبي من خلال شو بقول الليبانيس بافيليون الجناح اللبناني. دربنا أطفال من الجالية اللبنانية يغنوا نشيد وطني لبناني، نشيد وطني الإماراتي للافتتاح، ورجعوا غنوا بعدة مناسبات. هلا انا اول شيء كثير بحب شو الموسيقى عملت مني، يعني شو غيرت بحياتي، شو عطت لشخصيتي. بآمن انه الموسيقى هي رساله. انا الموسيقى كثير جابت لي بحياتي، وبحب اني انه لإلي هي اذا بدك طريقه تعبير من خلالها بقدر اوصل كثير اشياء. الموسيقى هي ثيرابي، الموسيقى هي مثل ما قلت لك أنا نمت لي كتير شخصيتي، ساعدتني أني أحس أنه أولاقي معنى الحياة، يعني شو دوري، مش معنى الحياة، شو دوري بالحياة، يعني حطتني بموقع وين أنه أنا اليوم بحس أنه من خلال الموسيقى في أثر على ناس بأشياء معينة بتحكيهم، وتعرف
وتعرف انه الناس تاثرت بغنيه معينه او بحفله معينه، هول اشياء بحس هيك ما لهم ثمن، يعني هول قصص كثير كثير واحد بينبسط فيهم.